نشكركم بزاف على هذا الحضور ديالكم وعلى تلبيه النداء ديال النقابه، ونقدم لكم تحيه تقدير وتحيه اجلال، وكنحيوا بصفه خاصه الاخوان الزملاء ديالنا اللي مشاو معنا للمؤتمر الوطني وضحاو يعني بالوقت ديالهم وبالجهد ديالهم وبالماده ديالهم وحضروا معنا المؤتمر. والحمد لله اننا كان الحضور ديالنا وازن داخل المؤتمر، واستطعنا يعني بفضل الجهود ديالهم وفضل التضحيات ديالهم اننا نحصلوا على 3 ديال المقاعد في المؤتمر الوطني الثاني لنقابه المفتشي التعليم في المكتب الوطني لنقابه المفتشي التعليم. ثلاثه ديال عندنا 4 ديال الاخوان في المجلس الوطني، لان العدد اللي مشينا به يلا عطانا 4 ديال الاخوان التمثيليه، ودوك 4 ديال الاخوان الى اضفنا لهم الكاتب الجهوي وامين المال يعني انهم في المجلس الوطني بقوه القانون كيولي 6، وبالتالي ديك 6 في اطار التحالفات ديالنا مع باقي الجهات استطعنا اننا نجيبوا 3 ديال المقاعد موزعه من 13 على الصعيد الوطني، 15 لان زدنا 2 ديال في اطار ديك المقاربه ديال النوع، زادوا 2 ديال النساء، وبالتالي كان عندنا 13 هما اللي منتخبين، فيهم واحد عن التمثيل الابتدائي اللي هو السيد قود الخاتيري، وفيهم عن التعليم عن السيد الثانوي السي مصطفى صوان، وعن فئه التخطيط السي رشيد معراض. هو هذا الاخوان اللي ما كيعرفوش اللي راه كيصور السي رشيد معراض، هو مفتش في التخطيط تاع قبينه. وهادو الناس ديال المكتب الوطني ديال المجلس الوطني كاين حسن النصري عن النيابه المفتش الابتدائي من نيابه بركان، وكاين السي قود الخاتيري اللي كتعرفوه، وكاين السي مصطفى صوان، وكاين السي رشيد معراض، وطبيعة الحال كاين عبد ربيه والسي الجوال لا السي داودي ما كانش في المجلس الوطني السي داودي. اذا اننا 3 سنين ان شاء الله المقبله اننا غادي نضمنوا على الاقل الحضور ديالنا في هذه الهياكل التقريريه ديال النقابه، وبالتالي اللي كنا الشيء اللي كنا نتخوفوا به الحمد لله ما حصلش لم يحصل. بطبيعة الحال يعني هذه الوقفة هنا إلى استحضرنا السياق ديالها هو السياق الذي تعرفونه جميعا، وهو كانت من قرارات الجمع العام الجهوي ليوم 24/4/2010. بطبيعة الحال المكتب كان أمام خيارات عديدة كيفاش كيصرف هذه الوقفة والإخوان أنهم اختاروا هذا النهار هذا لاعتبارات معينة، لاعتبارات يعني كانت يعني تهدف في اخر المطاف الى انجاح الوقفه، والوقفه الحمد لله يعني ناجحه بفضل الحضور ديالكم بفضل التواجد ديالكم. الوقفه ايضا تاتي في سياق يعني البيان الختامي والذي لم يصدر بعد ولكن صاغه المؤتمرون، والذي يدعو الى تصعيد النضالات باشكال مختلفه ومتنوعه سواء على المستوى الوطني او على المستوى الجهوي او المحلي. والبيان ان شاء الله باقي لحد الان السبت المقبل غادي يكون المكتب الوطني، ملي غادي يتكلم المكتب الوطني غادي يدعو المجلس الوطني، والمجلس الوطني هو اللي غادي يصرف هذه النضالات اللي خرجوا بها المؤتمرين. المساله اللي بغيت نمشي لها واللي مهمه بزاف هي اننا نذكروا باسباب الوقفه، الاسباب معروفه ولكن لا بد من التذكير بها في عجاله. عندنا المساله الاولى تتعلق يعني هو اختلاف جوهري في التصور لتدبير ملفات المنظومه التربويه بين اداره الاكاديميه ونقابه المفتشي التعليم. بطبيعه الحال يعني الاداره عندها واحد التصور معين، وحنا عندنا تصور، ولكن لحد الان ما استطعناش اننا يكون واحد الانسجام بيناتنا في التصورات. وهذا هذا الامر هذا يعني يتجلى واضحا في تدبير مجموعه من الملفات، ساقتصر هنا على بعضها لكثرتها. اقصاء اولا اقصاء النقابه من تدبير ملف التكوين المستمر من خلال الغاء هذيك اللجنه الجهويه للتكوين المستمر. الى الاخوان تذكروا معنا نهار كان الحضور ديال النقابه التدبير ديال هذا الملف كانت كتكون تكوينات وكان كذا، ولكن ملي تقصات النقابه ما دار حتى شي تكوين لهنا. كنا درنا 3 ايام ودرنا 8 ايام، هذه سنتين الاخوان ما درنا حتى شي تكوين الى ستين التكوينات اللي تم في اطار التخصصات في اطار الاخر. اذا ما كاينش تكوين، هذا حنا هذه مساله اللي نرفضها وسنطرحها على السيد مدير الاكاديميه. عدم ارسال هياكل تنظيم التفتيش لحد الان، عدم ارسائها على الاقل بتصورات الوزاره. الوزاره عندها تصورات معينه اللي هي في الوثائق الرسميه ديالها، هذه التصورات لم يتم احترامها ناهيك عن رغبات وطموحات الهيئه. حنا عندنا رغبات وطموحات معينه في ارساء هذه الهياكل ديالها،
ولكن على الاقل حتى لو على الاقل كان يعني كان لزاما على الوزاره على الاقل ان تحترم النصوص وان تحترم تصورها الخاص لهذه الايه. كتعرفوا الان يعني المفتشيات يعني الى استثناء ربما واحد المفتشيه او زوج هي عباره يعني عن حضورات عاديه ضيقه يعني لا تستجيب للمواصفات المنصوصه عليها في المذكره الاطار وفي المذكرات المصاحبه لها. عدم التزام الاداره بمضامين اتفاقات السابقه، احنا كل مره وهذا الشيء يعني ناسف له يعني حقيقة أن كل مرة أننا كتكون عندنا اتفاقات واتفاقات مع الإدارة ويطبق البعض منها في حين لا يطبق البعض الآخر، هناك نوع من التماطل وهذا الشكل يعني من هذا الشكل يعني من إشكال تعامل الإدارة مع ملفات النقابة يعني نرفضه ونشجبه. يعني عدم التزام النقابة بمجموعة من الإدارة بمجموعة من الأمور المتعلقة أحيانا بأمور فيها مراسلات جزائية وفيها نصوص. أعطي مثال إن المذكرة 56 اللي جات والتي كان حدد كتاريخ التسعير ديالها هو نهاية شهر مارس، هذه المذكرة متعلقة بتوفير شروط وأدوات ووسائل العمل اللي فيها البيسي بورتابل وفيها التليفون وفيها المفتشيات وسيارات النقل، هذه الوزارة كوزارة حددت لها واحد السقف زمني اللي هو نهاية مارس، حنا الآن في منتصف ماي يعني لحد الآن ما كاينش لا شيء يذكر. هذه المراسلة أيضا يعني تنص فيما تنص عليه على إشراك ممثلي الهيئة في التدبير ديالها. الآن يعني الآن الإدارة اقتنت يعني الآن الهواتف النقالة متوفرة، ولكن احنا لا نعرف يعني لا الاعتمادات المخصصة لهذه الهواتف ولا يعني النوعية ديال هذه الوسائل هذا، والتجربة ديال أكاديمية الرباط راه حاضرة راكم تعرفوها، يعني الإخوان الزملاء ديال المفتشين عطاوهم يعني هواتف اللي يعني غير صالحة، وبالتالي احنا لا يعني لو تم إشراكنا في هذه العملية سنحرص على أن تحترم فيها المعايير الموضوعية ومعايير جميع هذه الأمور. كمطلب آخر هو الرفع من قيمة التعويضات المنوحة للهيئة وإشراك النقابة جهويا ومحليا في تدبيرها. يعني كاين واحد الميزانية ديال التأطير، حنا التجربة ديال 2010 أننا دبرناها بشكل من الأشكال، ولكن بغينا أولا أننا نرفعوا من القيمة ديال هذه التعويضات باش تناسب مع الأعباء والمهام، لأن إلا جينا نشوفوا إلا درنا واحد المقارنة ما بين يعني ما بين عمل المفتش قبل سنتين أو سنة والعمل ديالو هذه السنة والسنة الماضية وما سيأتي كيتضرب على الاقل في عشرات اضعاف، في حين ان الامور يعني المستحقات بقات هي واكثر منها، كانها المستحقات يعني تعرفوا عمليه التماطل والتجرجر، كتبقى الانسان يعني كيدير واحد العمل كيستنى عام عادي يمكن يتأدى عليه وهذه مساله غير عاديه. حنا بغينا الامور تمشي بشكل سلس وموضوعي، بلا ما ماشي اننا كل مره حتى كنحتجوا عاد ربما الاداره تستجيب للمطلب من المنطقه، حنا الامور تمشي بشكل عادي كسائر الاكاديميات، حنا ما بغيناش نكونوا فوق الاكاديميات، ما بغيناش نكونوا ضد، حنا على الاقل نمشيو يعني كيكون الوضع ديالنا في اكاديميه الجهه الشرقيه كوضع باقي المفتشين في جميع انحاء المملكه، هذا ما كنطلبوش حنا في شي حاجه ديال ليكسيبسيون او شي حاجه ديال الامتياز. كاين مسألة عاوتاني النقطة الأخيرة اللي بغيت نختم فيها هي احترام مبدأ التداول في المهام والمسؤوليات. الإخوان لاحظوا واحد المجموعة ديال الملاحظات أن كاين واحد المهام تتم داخل الأكاديمية وبعض المسؤوليات يعني هي تمنح لأشخاص معينين، فهمت؟ وحنا دائما كنا كنقولوا للمدير يجب إعمال مبدأ التداول وتنويع الكفاءات، لأن كاين كفاءات اللي خصها تكون حاضرة في الميدان وخصها تساهم. نعطيو مثال، يعني الناس ممكن كاين واحد العمل اللي كيقوموا بها واحد الأشخاص معينين، فهمت؟ طوال يعني على مدار السنه، مثلا هذاك الشخص هذاك انتقل ولا توفي لا قدر الله ولا وقع له شي حاجه، غادي نجيب واحد الانسان نديره في واحد العمليه اللي ما عمر بشرها، وبالتالي ما العمليه يمكن تكون مهدده بالفشل، وبالتالي هذا الانسان الا كنا نشرفوه والو تدريجي ولا جزئيا، واحد النهار غادي يوقفنا عليه عمليه من عمليات المنظومه التربويه، على الاقل غادي يديرها باتقان، لان غادي يكون راكب واحد التجربه واحد الخبره، ولكن اذا حصلنا العمل في واحد الفئه معينه يظل لي هذا الامور يعني امور يعني غير عمليه وغير مفيده للمنظومه. الاخوان يعني في نهايه هذه الوقفه هذه احنا الان في اتصالات مباشره مع اداره الاكاديميه، واداره الاكاديميه اقترحت على الاخوان انهم يلتحقوا بالعمل وتجلس معنا. احنا كان عندنا الاخوان ديال المكتب يعني تصور اخر، احنا قلنا للمدير ديال العمل احنا ما هربينش منه، احنا كنديروا العمل احنا راه واجد، الاخوان ديال اللي مشرفين على جيل مدرسه النجاح اشتغلوا البارح على هذاك العمل اللي غادي تقدم راه واجده، قلنا لهم احنا غادي نجلسوا معكم ونطلبوا من الاخوان ديالنا يبقاو هنا وعلى الاقل غير في الى حتى خرجوا يبقاو غير في المحيط
العمليه الا طلبت نص ساعه غادي نفلوها في نص ساعه، الا طلبت ساعه غادي نفلوها في ساعه، ماشي مشكل. حنا غير ما غادي نخرجوا الا كانت امور اللي ايجابيه واللي ممكن تساهم في السير ديال العمل، احنا غادي نخبروكم. وصلنا للباب المسدود غادي نخبروكم بلي نقاطعوا هذا العمل هذا. والمشكل ماشي غير المقاطعه ديال هذا العمل، خصني يعرفوا بلي كاين مقاطعه انشطه اخرى مستقبليه، الامور ما مرتبطاش بهذه المحطه ولكن باستحقاقات اخرى ستاتي مستقبلا. مره اخرى يعني اتقدم لكم باسم المكتب الجهوي للنقابه المفشي عليه.